معانا النقيب مجدي حشيش، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور. صباح الورد يا فندم. صباح الخير فندم، صباح الورد على سيادتك وعلى كل السادة المشاهدين. قبل طبعا اما حضرتك تقول لنا النشرة المرورية دلوقتي، عايزين برضو ننتهز الفرصة وعايز اوجه التحية لحضرتك ولأبطال الشرطة امس والجيش في عمليات تأمين يعني الافتتاح لحفل قناة السويس، ومش بس كده حتى كمان عملية انتقال الناس لمكان الحفل. الحمد لله يا فندم، احنا بنهني مصر كلها وبنهني انفسنا على الاحتفال يعني الافتتاح الرائع اللي تم امس، والحمد لله الامور تمت على خير بمجهود الشعب المصري كله وبمجهود رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه الابطال. ان شاء الله نستمر على هذا الاداء في الايام القادمه، وبنطمن الشعب المصري كله احنا موجودين وان شاء الله على احسن حال ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب كنا بقى عايزين نعرف ايه حاله المرور في القاهره؟ يعني الحمد لله احنا لسه زي ما حضرتك يعني الاستاذ وحيد اشار منذ لحظات النهارده وبكره اجازه، الامور يعني تكاد تكون الشوارع شبه خاليه من السيارات. الان الحمد لله لا يوجد اي حوادث او معوقات مروريه على كافه المحاور او الميادين الرئيسيه او بالنسبه للطرق السريعه المؤديه لمدينه القاهره، وبس بننصح بعض الساده قائدي السيارات ومستخدمي الطرق في اثناء فترات الحراره الاطمئنان على دورات التبريد بالنسبه للسياره قبل الخروج لاي رحله. تمام. وايضا دوره الزيوت واطارات السياره، لان درجه الحراره مع يعني عدم كفاءه هذه الدورات واطارات السيارات بيؤدي الى بعض الاعطال والمشاكل في السياره اثناء السير. طيب في اماكن حضرتك بتنصح المشاهدين ان هم يتجنبوها يكون فيها اي مشاكل، اصلاحات، اي حاجه؟ الحمد لله فندم النهارده الجمعه والامور طبيعيه جدا جدا على كل المحاور. طيب. لا يوجد اي اماكن فيها تحويلات او اعمال بتعيق الحركه المروريه. طيب. نشكرك شكرا جزيلا النقيب مجدي حشيش، مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه للمرور. تعالوا بقى نبدا مع بعض فقرتنا